مفيش حد بيتولد كبير ومحدش بيتعلم ببلاش، كل حاجة وليها تمن والوقت محسوب علينا، ولو يرجع بينا الزمن هنغير حاجات كتير في حياتنا، أشخاص، مواقف، تصرفات، بس للأسف الزمن ما بيرجعش، فخلينا نتعلم من اللي فات عشان نقدر نصلح اللي جاي. ازيكم بنوتاتي، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة جاتلي الفكرة بتاعته لما لقيت انه كلها كام سنة ان شاء الله وبنتي هتبقى في عمركو، فقلت لو انا قاعدة بتكلم معاها كده، قعدت بقى مامي مع بنتها بنتكلم كده في اي حاجة، كنت هقولها ايه لو كنت عايزة اعلمها حاجة في السن ده، حاجة تنفعها بعد كده وتفرق في حياتها وتوفر عليها حاجات كتير، كنت هقولها ايه؟ ومن هنا لقيت ان انا عايز اتكلم معاكم في الكام حاجة دي. فاول حاجة ومن اهم الحاجات اللي لازم ترعوها من سن صغير، انه مش شرط عشان كل الناس بتعمل حاجة معينة يبقى انا لازم اعملها عشان اكون شبههم او اكون زيهم. فمثلا في سن صغير بنتأثر جدا بالبيئة المحيطة بينا باصحابنا، فهتلاقي نفسك مثلا ايه، شايفة واحدة صاحبتك روشة كده وحركة وجريئة ومحبوبة والناس حواليها، فتبتدي تشوفي هي بتعمل ايه، مثلا بتبين شعرها من الطرحة، بتشمر ايديها، بتحط ميك اب خفيف، بتتكلم بطريقة معينة، فتكوني عايزة تعملي زيها عشان الناس تقرب منك وتبقى جنبك. بس اللي انا عايزة اقوله لك انه امشي عكس الطيار، شوفي الناس كلها رايحة فين وبتعمل ايه، وانت حاسة انك ممكن تمشي في طريق تاني تاخدي منه نتيجة افضل، امشي عكس التيار وروحي في الطريق التاني ده. مش لازم عشان نكون مميزين ان احنا نقلد حد تاني او ان احنا نكون بشخصية حد تاني، انت شخصيتك اشتغلي عليها من صغرك هتطلعي باحسن حاجة منها، لان كل حد فينا في الدنيا كلها، كل بني ادم في ميزة مختلفة عن التاني. فلو فكرت ان انت عشان تبقي مميزة مثلا تاخدي طريق حد تاني وتمشي، الموضوع ده هيخليكي نسخة مسخة من الشخص ده، وفي النهاية مش هيوصلك للي انت عايزاه، مش هو ده الطريق اللي لو مشيتيه هتنجحي او هتبقي محبوبة او هتبقي شخصية مميزة. ممكن اخد من كل شخص الحلو اللي فيه، لكن فكرة التقليد الاعمى او فكرة ان انا بقلد عشان اكون زي الشخص ده او عشان الشخص ده محبوب، الفكرة دي هتوقعكوا جدا وهتخلي شخصيتك، عارفين الناس اللي احنا بنقول عليهم هوائية، المصطلح ده هتسمعوه مع الايام، ان الشخص ده هوائي، كلمة تجيبه كلمة توديه، وان هو اي حد بيقلده عشان بس يبقى عامل لنفسه كاركتر كده وشخصية، بس مش هي دي شخصيته الحقيقية، فبيطلع الموضوع فيك جدا. فمش لازم اشتم عشان ابان روشة، مش لازم احط ميك اب، مش لازم اتكلم بطريقة معينة، مش لازم اكون من الاوائل على الفصل. يعني نسيبنا من اللي هو مصطلح انه لازم اطلع من الاوائل، لو انا مش حابب الدراسة دي خلاص مش لازم ان انت تثبتي نفسك فيها وتستموتي يعني في الدراسة. ومش مقياس النجاح في الدراسة والاوائل بتوع الدراسة ان هم بعد كده في حياتهم يكونوا ناجحين، ما بقولش ان احنا نطنش للمذاكرة او ان احنا نبقى فاشلين او ان احنا نفضل نعيد في سنين. الشهادة برضو مهمة جدا وهتنفعك جدا وهتفرق معاك، خاصة لو انت عارفة ازاي تتعلمي، حتى لو الحاجة دي انا مش حباها بس هطلع منها بمعلومة، يعني هطلع منها بمعلومة، اللي هو الجانب الايجابي من كل حاجة، كل حاجة ليها جانب سلبي وجانب ايجابي، حاجة حلوة وحاجة وحشة، فانا اتعلم من كل حاجة حتى لو كانت وحشة ان انا اعرف اطلع منها الحلو، دي الحالة الوحيدة اللي هتخدمك في تعليمك. فكرة ان الواحدة تكون معاها شهادة والكلام ده كله حلو على عيننا وعلى راسنا وتمام، والاوائل يعني بذلوا مجهود غير طبيعي في المذاكرة، بس مش شرط. افرض انا دماغي مش في الحتة دي، انا عايز اكون شخص عملي اكتر، عايز اكون شخص بيطبق الحاجة اكتر، شخص ملهوش في جو التعليم والكتب والدراسة والحاجات التقليدية دي، شخص مبدع عنده تفكير مختلف خالص عن معظم الناس، فمش مقياس للنجاح. فمتحاولوش ان انتوا تقلدوا حد او انه لازم عشان الناس كلها بتعمل كده انا لازم اعمل كده عشان اكون شخص كويس او اكون شخص ناجح. الحاجة اللي جاية دي بقى مهمة جدا وكتير بيقعوا فيها من واحنا في سن صغير، بنقع
في المشكله دي او في الحاجه دي، خاصه ان انت بعد ما بتخرجي من مرحله الطفوله بتدخلي بقى على مرحله الشباب شويه ولسه بنوته، عينيكي بتفتح على الدنيا، فبتبتدي تركزي في حاجات يمكن ما يكونش في حد في الدنيا كلها واخد باله منها غيرك انت. واللي انت متعرفوش ان كل ما تركزي على الحاجه دي كل ما الحاجه دي هتكبر وتزيد في عينيكي. واقول لكم مثال اطبقه على نفسي شخصيا. وانا صغيره في عمر مثلا 12 15 سنه كنت لسه صغيره جدا، كنت شايفه وشي ده عباره عن هالات سودة بس، انا مش شايفه غير الهالات السودة اللي حوالين عينيا. كانت صاحبه عمتي خبير التجميل، هي اصلا حد اصلا اجنبي وجايه من بره ومقتنعه جدا بالوصفات الطبيعيه وعارفه كل حاجه في الكريمات وعارفه طرق المصريين حتى ما يعرفوهاش، واللي هو عارفين بتتكلم عربي مكسر كده ماشي حبيبتي وعامله ايه حبيبتي وانا بخبك والكلام ده، فكانت تعرف قوي في الحاجات اللي هي ايه اللي ليها علاقه بالجلديه عشان اشتغلت في اكتر من مركز تجميل. فلما قابلتها مره عند عمتي وبسالها بقى بقول لها ده انا عندي مشكله، ده انا عندي هالات سودة، بصي هالات سودة اعمل فيها ايه، ده انا مش عارفه اعمل فيها ايه وجربت حاجات كتير مش نافعه. عارفين قعدت تبص لي كده تقول لي هي فين الهالات السودة دي، انت ما عندكيش هالات سودة اصلا. فانا ما كنتش شايفه في وشي، يعني كنت متغاضيه بقى عن كل مثلا المميزات اللي ممكن تكون في بشرتي، في حين المس يعني اصحابي مثلا في السن ده كان بشرتهم مليانة حبوب، اللي بشرتها طلع لها حباية قد كده، اللي بشرتها مش صافية كلها مثلا رؤوس بيضة ورؤوس سودة، اللي بشرتها كلها شعر في سن صغير بقى، ما بناخدش بالنا من الحاجات دي غير لما بنبتدي نكبر شوية. وفي ناس من طبيعتها من وهي صغيرة بيبقى عندها مشاكل مثلا في بشرتها. فأنا كنت متغاضية عن كل الحاجات المميزات اللي في بشرتي اللي هو يعتبر مثلا بالنسبة مقارنة بناس تانية ما فيهاش عيوب، وما كنتش شايفه غير الهالات السودة دي وكنت مركزه عليها، وكل ما ابص لنفسي في المرايه حرفيا ابقى شايفه ان انا حوالين عينيا هالات سودة. ونروح بعيد ليه، الكلام ده كان من يعني من سنين كتير، لكن من قريب كان عندي مشكله في جسمي، كان عندي بكتيريا نوع من البكتيريا معين كده، عايز اقول لكم ما كانش بينايمني الليل. هي مش مشكله حاجه جلديه بسيطه مثلا يتاخد لها كريم وتعدي، لا انا اي حاجه ممكن تاثر عليا تجيب لي بكتيريا تنقل العدوى دي، تبتدي تطلع بحبايه كده غريبه في اي مكان معين، ما اعرفش اقعد كده، ما كنتش بعرف انام منها الليل، ما كنتش بعرف انام حرفيا، واروح عند دكتوره تقول لي تحطي حاجه مضاده للبكتيريا عند الفتحات بتاعه الجسم كلها من ضمنها المناخير البق ضوافرك لازم تبقى مش عارفه عامله ازاي السره حاجات كده غريبه عشان البكتيريا دي ما تفضلش كل شويه كل ما اخلص من مكان معين اتجمع فيه البكتيريا دي تطلع وتنتقل في مكان تاني. لدرجة حتى ان بنتي قالوا لي هو الموضوع مش معدي، انا بنتي عشان كنت في الفترة دي برضعها فنقلت لها البكتيريا دي، عايز اقول لكم هي كانت في السن ده بتزحف، ما كانتش عارفة تزحف على ركبتها اللي كان طالع لها في الحتة دي نوع البكتيريا ده زيي، كنت بشيلها كده عارفين اللي هو يعني ربنا يحفظ كل اولادنا، بشيلها كده كانها مش عارفه تمشي على رجليها من كتر ما هي ورمه كده من البكتيريا دي وسخونيه بقى، وقاعده فارده رجليها مش عارفه تتنيها، وهي طالعه لسه صغيره خالص ما تعرفش تتكلم ولا اي حاجه، وهي طالعه مثلا تقعد على الكنبه تبقى ايه زحفه كده رجليها وراها عشان ما تتنتش. انتوا متخيلين الوجع اللي انا بوصفه عامل ازاي؟ انا ما حدش يقدر يلمسني كده، اللمسه دي بالنسبه لي في المكان اللي فيه البكتيريا لا تتخيلوه. المهم من ضمن الدكاتره اللي انا رحت لهم كانت دكتوره كجلديه شاطره جدا بس هي ليها علاقه اكتر بالتجميل، فانا رايحه وبقول لها المشكله اللي عندي وما بنامش الليل وكل ما مثلا نعالجها شويه وباخد مضادات وحاجات وكريمات وعلى طول بقى الشاور ده مش يوميا، لا ده كل شويه كل شويه عشان نتجنب البكتيريا دي، وبحكي لها في المشكله دي خدتني في حته تانية خالص. هو ده يعني شويه شغل بعض الدكاتره اللي هو ايه نبقى رايحين مفيش مشكله يخلقوا لنا مشكله مثلا عشان يعملوا مصلحه. فلقيتها بدات تكلمني ايه بقى، يعني ما خلصنا خلاص كلام في المشكله اللي عندي وكتبت لي على الادويه، بدات بقى تكلمني بص انا ممكن اعمل لك في وشك ايه حاجات هتحليكي جدا، ممكن مثلا هحقن لك بس حاجه بسيطه كده في الشفايف هتبقى عامله كانك واكله شطه، يعني مش باين خالص ان هي ان احنا عاملين حاجه، انك بس واكله شطه كده
فشفايفك منفوخة شوية، وانت عندك على جوانب وشك من هنا كده غمقان. انا كان عندي وعملت مش عارفة تقشير بنوع معين يعني، فالغمقان ده راح. انا عايز اقول لكم مثلا الموضوع ده فات عليه حوالي سنتين، اكتر ثلاث سنين مثلا، سنتين في الرينج ده. لحد النهاردة على الرغم ان انا الحمد لله بشرتي يعتبر ما فيهاش عيوب قوي، يعني اللي هو في ناس فعلا بيبقى عندها مشاكل قوية في بشرتها ما فيهاش عيوب للدرجة، ورغم كده كل ما بص لنفسي في المراية ما كنتش شايفة غير الغمقان ده. وجرب له بقى في كريمات وماسكات وحاجات، خلاص مقتنعة ان انا وشي كل الناس شايفاني بالغمقان اللي على جوانب وشي ده، ومش عارفة اتخلص منه، والموضوع عامل لي ازمة. اللي عايزه اقوله لكم ان كل ما نركز على الحاجه، الحاجه دي هتزيد وهتكبر في عينينا قبل اي حد تاني. يعني ممكن الناس ما تكونش واخده بالها ولا ملاحظه اي حاجه، بس انت اهم حاجه في الدنيا اصلا هي نظرتك انت لنفسك، انت باصه لنفسك ازاي. فتخيلي لو انت مش شايفه غير عيب معين مثلا في شكلك، في جسمك، في طريقه كلامك، في شخصيتك، هتفضلي طول الوقت الموضوع ده. عارفين الحاجه اللي منغصه علينا عيشتنا او الحاجه اللي مضايقانا، فما تركزوش على حاجات يمكن الناس اصلا مش شايفاها. وفي حاجات بتغطي على حاجات، يعني الشكل ده مش مقياس. لو عندك مشكلة فعلا حقيقية اسعي ان انت تحاولي تعالجيها، بس تبقى فيه فعلا مشكلة، لكن احنا في اوقات كتير احنا اللي بنخلق المشكلة دي. حاجة برضو مهمة جدا وهي سياسة الفصلان. عايزين نتعلم ازاي نفصل. انت دلوقتي في وقت مخصص لدراستك، وقت مخصص ان انت هتعملي فيه عبادة معينة، تقرأي قرآن، تقومي تصلي ركعتين، تسمعي درس ديني، هتعملي فيه حاجات ايا كان الحاجات دي ايه. وقت تاني هتقرأي فيه كتب مثلا مفيدة. وقت تالت هتروحي تاخدي كورس اي حاجة معينة. عايزين بقى نتعلم ما بين كل حاجة جد وجد احنا بنعملها ان احنا نفصل. يعني انت دلوقتي اخدتي مثلا يومك قضيتيه في الجامعة، وبعد كده روحتي على الكورس وخلصتي واستفدتي وكل حاجة، وانت راجعه بقى ايه، عديتي مثلا على محل شاورما كده اضربي لك سندوتشين شاورما كده بالطحينه في السريع، حلو جدا، تفاصيل حلو جدا اللي هو فصلتي. وانت مروحه خدي لك مثلا في مره كيس كده، وهاتي فيه كيس شيبسي وبيبسي والشوكليت والحاجات اللي هي البسيطه دي، وروحي اتفرجي لك مثلا على فيلم كرتون. انت خلاص يومك اوريدي كان مليان تفاصيل كتير وعملتي فيها حاجات مفيده على مدار اليوم يعني، فخلاص من حقك ان انت ترتاحي بقى بالليل تتفرجي على حاجه انت بتحبيها كده. لكن مش تقعدي تذاكري بالليل، ما خلاص، ما هو البني ادم طاقه برده، فانت طاقتك على اخر اليوم بتنتهي. فعملي حاجه انت بتحبيها. كل الناجحين على مستوى العالم سواء في شغلهم في حياتهم بيعرفوا ازاي يفصلوا، بيعرفوا ازاي يرتاحوا. انا عندي شغل، اه ممكن افضل اشتغل طول السنه، بس انا عندي اسبوع اسبوعين شهر حسب ما الوقت يسمح لي انا بفصل فيه. انا بروح بقعد على البحر، بستجم، بفضي عقلي من كل المسؤوليات اللي ممكن تكونوا متخيلينها. كل الناس اللي شاطره قوي في دراستها بتفضل تتعب، وممكن تذاكر قبل الدراسه ما تبتدي حتى بشهور، بس تيجي في وقت معين لا انا لازم بقى اتفسح وانبسط واقضي حياتي، ومش لازم بقى مش الحياه كلها مذاكره. يعني الناجحين بجد اللي يعرف ياخد الكويس من الحاجه من غير ما ياثر على نفسيته وصحته، مش اللي يفضل يذاكر ويتعب وينحرف في نفسه وبتاع، ويوم مثلا ما ينقص درجه واحده خلاص القيامه قامت، ويفضل يرجع يهلك نفسه تاني في المذاكره. على ايه كل ده؟ على ايه؟ اتعلموا ان انتوا تفصلوا حتى لو بحاجات بسيطة بس مفرحة جدا. يعني انتوا وانتوا في سن صغير كده جسمكم بقى بيحرق بتاع كل الحاجات اللي انتوا بتحبوها، واعملوا الحاجات اللي انتوا بتحبوها. الدنيا مش كلها مذاكرة، ومش كلها شغل، ومش كلها ان انا افضل مقضية وقتي اللي هو لازم ادخل على اليوتيوب اخلص كورس مش عارفة كذا. ماشي، ما في ناس حاجة، يعني في ناس يوتيوبرز مثلا او ناس موجودة على السوشيال ميديا بتعمل حاجات للترفيه، وبنبقى بس بنتفرج عليها اللي هو just for fun. احنا قاعدين مستمتعين ومش مستفيدين اي حاجه، بس احنا قاعدين مستمتعين لو بنتفرج عليهم. مثلا ايه مشترياتهم، واحده بتحط ميك اب، واحده مش عارفه قضت يومها فلوج، سافرت مش عارفه راحت فين. بنبقى مستمتعين. فكره الاستمتاع بالحاجه انه مش لازم تبقى الحياه كلها جد، في وقت للفصلان، والوقت ده مهم جدا 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 وهيفرق معاكم. برضو من الحاجات المهمة جدا ان احنا نعرفها انه مش لازم نكون جامدين قوي طول الوقت، مش لازم فكرة الجد على طول ده. مفيش حد ما بيغلطش، مفيش حد كامل،
مفيش حد ما عندوش عيوب، مفيش حد ما تعرضش لمواقف محرجة في حياته، مفيش. فكرة انه شخص ده يبقى كامل كده من مجاميعه وفيه كل مميزات ما شاء الله، ده مش موجود. كلنا على مر السنين على مدار حياتنا كده مرينا بمواقف محرجة، مؤلمة، محزنة، مخزية من بعض الأشخاص في حياتنا، كله مر عليه كل التفاصيل دي. في النهاية هو ده اللي بيكون شخصية الواحد. فمش معنى ان انا غلطت مرة يبقى القيامة قامت، مش معنى ان انا بابا غضب عليا ولا ماما زعقت لي في مرة عشان عملت حاجة غلط يبقى انا كده مجرمة. لا، هما كمان هما صغيرين كانوا بيغلطوا برضو، وكل واحد غلطه بيختلف عن التاني حسب ظروفه، حسب دماغه مسوحاه مودياه فين. لانه مش لازم مثلا كل البنات غلطها ان هي تمشي مع شباب، ممكن بنت يكون غلطها مثلا ان هي بتعمل حاجة غلط من وراء اهلها ملهاش علاقة خالص بالشباب. كل واحد عنده غلط وعنده نقطة ضعف، وده مش معناه انه يقل مني لما انا اغلط في يوم من الايام. مفيش حد ما بيغلطش، مفيش حد ملاك على الارض، يعني الملاكة الجناحات ومشينا على الارض دول مش موجودين اصلا. فمحدش يهلك نفسه ان هو يحاول يسعى طول الوقت للكمال او للمثالية. لا، ممكن يكون مشكلتي ان دراستي صعبة، ممكن يكون مشكلتي ان انا مش شخص اجتماعي، مش عارف اتعامل مع الناس اللي حواليا. بس في النهاية كل المشاكل وكل المواقف دي هي اللي في النهاية بتكون أصلا شخصية. عمرو سلامة بيقول تطورك كإنسان بيتحسب بعدد المرات اللي تهديت فيها وعرفت تتبني من تاني. المفروض نوجه فكرنا إزاي نتعامل معها. واحدة صاحبتك مثلا طالعة الرحلة الفلانية وانت مامتك مش موافقة، تروحي لصاحبتك دي تتكلمي معاها وتبتدي تعرفي من خبرتها هي ازاي اتعاملت مع مامتها في الموقف ده عشان تطلع الرحلة. حد مثلا شاطر جدا في دراسته، نبتدي نعرف منه طرق ازاي نحسن دراستنا. اكتر حاجة ممكن تفيدكو التجارب بتاعة الناس اللي حواليكو والقراءة، وان انا افضل ساكت عشان اعرف اتعلم. يعني ان انا اقعد مع واحد كبير كده ويفضل يرغي ويحكي واسمعه واخد رأيه مثلا في مشكلة انا بمر بيها، الناس دي كلامهم ده بيبقى عبارة عن تجربة هم مروا بيها، فخلاص بينقلوا لنا بقى ايه النهاية، يعني دي نهايتها ايه، سواء التصرف بقى ده صح غلط، موقف وقعوا فيه ازاي، عدوا من مشكلة معينة. الكلام اللي احنا بنسمعه منهم ده مش كلام، دي تجربة هم وقعوا فيها، وبعد ما خلصت خلاص وانتهت من حياتهم بينقلوا لنا بقى ايه اللي حصل. فده اللي بيفيد الواحد فعلا، ان انا استفاد من التجارب اللي بتحصل معايا واللي بتحصل كمان مع غيري. اخر حاجه بنوتاتي حبيباتي عزيزاتي واولكم بنتي، مش هتعرفوا ترضوا كل الناس مهما حاولتوا، مهما كنتوا اشخاص فعلا كويسين، هتلاقوا اللي بيحبكوا وقابلكوا زي ما انتوا، واللي بيكرهكوا او مش قابلكوا ما بيحبكمش من غير سبب، ولو قدر ان هو يخلق حتى حاجة عشان يكرهكوا بيها او يكرهكوا عليها هيعمل كده. فما نحاولش باي طريقة من الطرق ان احنا نسعى اننا نرضي الناس، هتتعبوا وهتتمرمطوا وهتمسح بكرامتكوا الارض وهتتهانوا وهتتزلوا، وفي النهاية مش كل الناس هترضى عنكم، هيفضل اللي قابلكوا زي ما انتوا قابلكوا، وهيفضل اللي كارهكوا برضو كارهكوا. فالواحد المفروض ان هو ما يسعش انه يرضي كل الناس، لان في الحالة دي هيبقى شخص غير ان هو هوائي، هيبقى منافق. مفيش بني ادم الناس كلها اجتمعت عليه او اتفقت عليه. ففكرة ان انا حاول ان انا كل الناس تبقى بتحبني دي مش موجودة خالص. حتى لو انا شخص مش مؤذي وفي حالي وبعمل كل حاجة صح، برضو هو انت ازاي تعمل كل حاجة صح، ازاي ما بتغلطش. هو في ناس كده، هي في ناس كده، قبول ده من عند ربنا. فناس قبلاني لله في لله، يا ناس مش حباني ومش قبلاني، فمش المفروض ان انا احسب لهم حساب اصلا او ان انا احطهم في دماغي عشان ما تعبش. خليكوا دايما مع الناس اللي بتحبكوا، بس ما يبقاش هو ده برضو همكوا، اللي هو لو شخص فيهم يوما ما مثلا هو كان كويس معايا جدا وجي قلب عليا، فهبقى باصص لنفسي بقى بناء على نظرته هو ليه. فهو كان شايفني كويس عشان انا فعلا كنت كويس، لكن انا دلوقتي وحش عشان هو شايفني وحش. ما بنربطش احنا حياتنا وشخصيتنا ودنيتنا برأي ناس تانية. انا في النهاية انا ليا يعني رأيي في نفسي، انا شايف نفسي ازاي، انا ليا علاقتي بربنا عاملة ازاي، علاقتي باهلي عاملة ازاي.
لكن ما ينفعش اكون موقف حياتي كلها على رأي الناس سواء حلو او وحش، لا، بس في فترة هنبقى محتاجين نبقى مع الناس اللي بتحبنا وبتدعمنا وبتساعدنا، لان ده هيقوي من شخصيتنا اكتر وهيساعدنا كمان ان احنا نعدي مواقف صعبة كتير هنمر بيها على مدار حياتنا. دي كانت كل حاجة لفيديو النهاردة. وبنتاتي حبيباتي عزيزاتي، ان شاء الله في كلام كتير هيتقال في الفيديوز اللي جاية انا عايزة اقوله لكم وعايزة اتكلم معاكم فيه، بس في النهاية الواحد برضو لما بيقع في تجربة بيمر بيها بتفرق في شخصيته كتير جدا، اكبر واكتر من اي كلام ممكن يتقال. بس خليني احاول اوفر عليكم شوية من ان انتوا تبذلوا مجهود او تتعبوا نفسكم في حاجات بجد لما تكبروا هتحسوا ان هي ما كانش ليها قيمة ان احنا نضيع فيها وقتنا اصلا، وما كانتش مستاهلة كل ده. دي كانت كل حاجة لفيديو النهاردة، بحبكم جدا جدا جدا، واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. وكما يتضح كده انا حاليا بصور في اوضة بنتي، هي لسه ما تفنشتش قوي يعني على الاخر، بس حبيت ان الفيديو ده يكون مختلف بما ان هو للمراهقات او للبنات اللي سنها لسه صغير، وبما ان بنتي خلاص ان شاء الله كلها كام سنة وهتحصلكوا وهتبقى في نفس عمركوا كده، فحبيت ان اجواء الفيديو النهاردة تكون مختلفة شوية. انا عارفة انه يعني مش اظرف حاجة للطبلهات اللي ورايا دي، باين ان هي عيالي شوية، بس بقيت الغرفة لا يعني بقيت الغرفة تدي على بناتي، فحبيت النهاردة تكون اجواء الفيديو عامة مختلفة، يعني اللي هو تغيير بنصور في مكان مختلف. فقولوا لي ايه رأيكم ان احنا صورنا النهاردة هنا كده، رأيكم في الديكور الصغنن اللي ورايا ده، احنا لسه ما فنشناش كل حاجة، بس يعني حبيت عامة ان انا اعمل لكم حاجة جديدة. لو عجبكم الفيديو ده بقى ما تنسوش تقولي في التعليقات ان هو عجبكم، وكمان تقولي لي حابين تشوفوا ايه في الفيديوز اللي كان ان شاء الله.